يا عمي يعني انا هضرب الارض تطلع بطيخه؟ عارف ايه فكره المثل ده؟ تعال احكي لك. زمان العائله المقدسه وهي هربانه من ارض فلسطين من هيرودس لانه كان عايز يقتل الطفل يسوع وجم ارض مصر، عدوا في طريقهم على قريه بسيطه، فالعذراء استاذنت صاحب الارض قالت له ممكن تستضيفنا عندك لان احنا جايين من سفر. فعلا رحب بيهم وقعدهم في الارض دي، وكان في بير ميه في الارض دي لسه موجود لحد دلوقتي في منطقه اسمها العزبويه في القاهره. ولما سمع منهم قصتهم متعاطف معاهم جدا. كان ساعتها الراجل ده في الارض بيزرع بذور بطيخ، فالعذراء قالت له بص انت بكره هيحصل معاك امر مهم جدا وفي جنود هتيجي تسال علينا، بس من فضلك لما ويسألوك قول لهم فعلا العيلة دي عدت عليا وانا بحط بذور البطيخ دي في الارض. قال لها حاضر، ومشيت العائلة المقدسة بسلام. والراجل تاني يوم راح ارضه لقى المحصول بتاع البطيخ ده كله طلع والثمر كبير جدا وكأنه موسم الحصاد. فعلا وهو بيجني في البطيخ ده الجنود عدوا عليه وقالوا له على مواصفات العيلة اللي هم بيسألوا عليها. فعلا قال لهم زي ما العذراء قالت، فعلا هم عدوا عليا وانا بحط بذور البطيخ دي. فالجنود رجعوا متضايقين لان العيلة كده عدت بقالهم 3 او 4 شهور. ومن ساعتها الراجل حكى الحكاية دي لكل اهل القرية وما كانوش مصدقين وكانوا مستغربين جدا. قال لهم يا جماعة يعني أنا هضرب الأرض تطلع بطيخ؟ وفضل من ساعتها المثل ده متداول بيننا.